انسى الضمير انسى الضمير صعب الضمير انسى دربك طويل عندي نفس ورسل كل ابن هم نهم نهم في خوف من غصة الناس وحوش الناس اخوانا متوسط متوصي متوصي والله وصي سامع جار كرمالك بنهب وخطف وبسرق سيارة كني وحبيني وريح يرضيني حبيبي يا بهد بهدد وما بهد بقلب النار النار حل وحلي غسلي وشك الفطور جاهز مشان تروحي على المدرسة يلا شبك يا ريم شبك يا حبيبتي مصريني يا غالي مصريني عم تقطع خير موجوعة كتير 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 حم عليك شبكي بسم الله حولك ثواني ثواني مشان تعرفي تفسدي عليه مرة تانية هذا احسن دواء للمغص قومي حبيبتي قومي جري يعني ضروري اخده ما بحبه لكن حبيبتي ما بصير هذا مشان وجع البطن كثير مني هاتي كاسه مي بالاول ما بيسوى المي بعد الدواء ما بيسوى يلا افتحي ما بقدر اشرب الدواء بدون مي لك ماما معلش اخذي منيح منيح كاسه مي طيب 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 يلا ثواني انا رجعت لك قال بتقول لماما اني معذبه قال تمك خالي افتحي افتحي خدي يلا افتحي تمك افتحي بسم الله الرحمن الرحيم صحة وهنا يا الله شو طعمة هالدواء اخ وليه وليه سلامة قلبك يا خالتي سلامة قلبك شو حبيبتي شو لقيك تسطحتي ما بدك تروحي على المدرسة ما راح اقدر اروح يا خالي بطني مغصة كتير كوميات كوميات الله يخليكي خالي اتصلي لي بالدكتورة سمر خالتي لسه الدكتورة سمر ما فتحت عيادة هلا اتصلي لي على البيت ماشي يا بطني وليد وليد
تكون الدكتورة سمر عندك، بس بدك تتحملي الإبرة. ها شو إبرة؟ ما إبرة لكان هيك مغص قوي ما بيروح إلا بالإبرة. بلي تذكرت اليوم على فحص عربي، الفطور جاهز؟ يعني بدك تروحي على المدرسة؟ بدك تحطوا لي الصفر بالفحص؟ والمغص؟ راح 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 خالي راح. يا والله هلا أعرف دواكي يا عفريتي. صباح النور. صفة منيحة، اوعى تحطها في محل تنضرب مثل المرة الماضية. حاضر وفيك. صباح الخير استاذ رؤوف. اهلين، وين رايحين؟ رايح وقع البريد استاذ. يلا بسرعة. حاضر استاذ. صباح الخير. نسكافيه. نعم. بدي اشوف الدكتور وائل. مين اللو؟ اللو وحده. شو مالك اسم يعني؟ لو سمحت. شو هاي لو سمحت؟ مين حضرتك اللي خبره؟ انه في وحده بدها تشوفك. يعني حضرتك بتعرفيه ولا جاي تتعالجي؟ لا بعرفه. في موعد مسبق؟ لا بدي فاجئه. عندك مانع؟ لا ما عندي. تفضلي فاجئي، شرفي، دق الباب وفوتي فاجئي. اهلين روعه. اما شو عندك مستخدمين؟ للجلطه وحده بوحده. حدا زعجك؟ حدا بيسترجي؟ بس انتي ما قلتي لي انك جاي. طمني، طلعت الفيزا؟ اليوم بعد الظهر بتوصل، هي والاستيداع كمان. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. روعة قبل ما أنسى، انتي بتعرفي انه أنا مسافر 3 سنين. ايه بس قلت لي رح تنزل إجازات. أول سنة صعب انزل. بس انت وعدتني تنزل 10 أيام كل سنة. هلا إذا الظروف سمحت بنزل شهر، مو بس 10 أيام. بس مو هاد حديثنا. في شي جديد؟ مو لازم لبسك الخاتم قبل ما سافر. انت امتى مسافر؟ يعني خلال هذا الاسبوع، باخره بالكثير. ايه بابا بدي سنة لحتى اقنعه يوافق، قوم بتقلي اسبوع. بعدين انت نسيت انه حاجر علي. طيب بركي بهالثلاث سنين اجاكي شي عريس ركب على مزاجه. بقول له عريسه ما انه راكب على مزاجي. اطمن، ما في قوة بالدنيا بتبعدنا عن بعض. ان شاء الله. تشربي شي؟ لا أنا مستعجلة، بس كنت بدي أسألك سؤال. هلا أنا وياك 2 ولا 1؟ 1 طبعا. أكيد؟ أكيد. يعني ما بتفشلني؟ ولو طلبتي عمري. حط إيدك على شواربك. مسيك هدول. شو هدول؟ هدول 300,000 بتعطيهم لأخوك أبو جمال، 150 اللي أخذتهم منه، و150 الثانية بيحطهم فوق 350 اللي معه بيصيروا 500. انت مو قلت لي اول دفعه للسياره 500,000؟ منين جبتيهم؟ من بابا، قلت له هدول لرفيقتي وبعد 4 أشهر بترجع لك ياهم. ما بتقدر ترجعهم بعد 4 أشهر؟ رجعيهم لابوك لو سمحت. وقال انت حطيت ايدك على شواربك. رجعيهم روعه، مانا مضطرين عليهم. نسيت قديش ولاد اخوك ناطف قلبهم على سياره. سياره بتجي بس مو من هدول، حطيهم شنطتك. والله ما حذرت، ما باخذهم لو بدي اتخانق انا وياك. يا روى يا روى يا حبيبتي، بجوز ما قدر رجعهم ب4 شهور. ولو ان شاء الله خلال سنه، بقول له ما تاملوا مع رفيقتي. يا روى يا روى. يا وائل، بابا هيك مبلغ مانه بحاجته، يعني حاطه بالبنك، بقى يخليه بالبنك ولا تفرج عن عيلة اخوك فيه. انت قلت لي بلسانك انك مستعد تعطيه كل شيء بتملكه لانه بيستاهل ولانه فضله عليك كبير. طيب انت تخيل قديش ولاد اخوك رح يفرحوا لما يشوفوا السياره. أنا برأيي ما إلا المشترى السيارة،
يقلن انه بده ياخذهم مشوار وما يلاقوا حالهم غير وهن قاعدين بالسياره. انت انسان كبير يا رب. انا انسان تاخرت كثير على الجامعه. من هلا لحتى تسافر لازم اشوفك كل يوم، بحكي معك ومتفق، ايه؟ باي. السلام. معك حق. قديش هذا الشيء رح يفرح اخي ابو جمال. شو هاد؟ شو قلة الأدب؟ ناس ما عادت تستحي تنام؟ خير إن شاء الله أستاذ عزمي، في شيء؟ منين بده يجي الخير إذا موظف قد ابني بيتطاول عليه؟ لا 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 لا، ما عادش بيتطاول عليك، ما عادش، شو الحكي هذا؟ عود أنت اهدى وروق، هلا بطلب لك فنجان قهوة وبتروق. لا بدي قهوة ولا بدي اهدى، يا أنا يا هو بالمكتب. مين حامي؟ مو حامي، الثاني اللي شاف حاله مو مصدق. شاكي؟ الله لا يوجه له الشكر. روي روي اهلا انت، روي روي روي. قوم معي لشوف، قوم معي، بدي ورجيك بعينك وسمعك باذنك. طول بالك شوي، طول بالك اخي، اشرب قهوه بالاول بعدين بنشوفه. هلا بدك تروح معي يا اما بترتكب جريمه. ها اوف لهالدرجه؟ ايه. لا تعال تعال تعال، شرف شرف، تعال يلا انا بورجيك. شرف. لا لا والله قبلي قبلي، ما بصير. يلا تفضل تفضل يلا. ها يلا تعال. تفضل. روي روي روي. لك يا شاكر، معقول الزعيم عزمي افندي انت؟ هلا كل عقلك رح تجيب ابو جمال. سامع سامع قلة الادب. يا رجل يا رجل، انا اكيد عم امزح معك. شو قري شو بتمزح معي انت؟ شو بنا؟ انا وقت بمزح معك ما بقلل الادب، انت بتقول لي خلاص اخلاص، انت 60 اخلاص. وعدت مره ثانيه؟ لا تعيدها مره ثانيه عزمي افندي، شو فكرنا يعني؟ نعم؟ شو بدك تعمل يعني؟ انت تضرب لي شرف؟ ضرب طولوا بالكم، شو صايركم انتوا اثنين؟ لك في مراجعين، في موظفين، وضوا صواتكم، تفهموا بالهدف، عيب. شو انتوا اولاد؟ لا لا تقولوا اولاد ابو جمال، لا تقولوا اولاد. هلا كمان بدك تبتدي ابو جمال؟ لك ما حدا معبي عينك؟ العمى. لا بدك تحترمني ورجلك فوق رقبتك. حي عني يا حل. طولوا بالكم، خلص عيب والله عيب. لك عيب وضوا صواتكم؟ عيب. كبير انت يا عزمي افندي كبير. انت لازم تعتذر. ما بدي اعتذر، ما بدي اعتذر، خلاص انا كنت امزح معه. غلط بحقه ولازم تعتذر. انا ما غلطت وما راح اعتذر، ما راح اعتذر. بتقول له خلاص بتكون غلط بحقه. عيب، اعتذر لشوف. كرمالك يا ابو جمال، كرمالك انت بس. ها؟ لانك بتمون. انا اسف عمي، اسف فعلا، انا كثرت المزح معك وهي راسك ابو صحيح. برافو عليك برافو عليك برافو عليك، انا اسف. برافو عليك عمي عزمي. ايه لفه بقى، ايه والله ما حلو منكم. معقول هالحكي؟ بوس راسه انت الثاني، بوس راسه بقى، بوس راسه، خلصني. يلا طخي. يلا تضرب بين الراس. لا معقولين انتو؟ لك ساعة ترجاكم لتلفوا هالموضوع، ما تلفوه، غيب دقيقتين روح فيها للحمام، ارجع لي ابو جمال لصالحكم. لك هاي قيمتي عندكم؟ خلاص انت الثاني. ها روي 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 اخي حالك. الله معك ابو جمال. مع السلامة يا ابو جمال. طمنا، شو صار معه؟ لك هذا اللي بده يجيب اجله. برافو برافو عليك. صباح الخير. نور. تفضل. دخلك بدي اسألك، هاي الكفالة من عندكم؟ ايه من عندنا. شو خربت ممكن سير؟ لا لا ما حلها تخرب، بس انا جاي اشوف ابني مازن. مازن؟ ايه مازن معروف، موظف عندكم. ما عندنا موظف اسمه مازن معروف. عفوا، هو موظف هون بس بيشتغل مندوب مبيعات عندكم. مو عندنا. لا هو ولا نزار ولا موفق. ما عندنا حدا بالاسماء.
معناته يمكن بفرعكم الثاني. ما في فرع ثاني، في بحلب، بس هو ما في غير المكتب هاد. كيف هيك؟ نحن المعتمدين الوحيدين، وهذا المركز الوحيد بالشام. لك لا، شوف لي هي المكنسة بتفو حقها نقدي ولا بتقسيط؟ هي نقدي. نقدي. قلت لي نقدي. طيب، يعطيك العافية. لك إن شاء الله بيقبرني الرمادي. لك أنا أيامي رمادي بدوني. لك صدقيني ما رح تلاقي شاب يفهمك أحسن مني. أنت إذا بتطلبي لبن العصفور نجيب لك إياه. إمتى؟ بعد أهلي؟ يا بنت احكي معي أحسن لي. ما رح تفهمي بالذوق. أنت على شو شايفة حالي؟ بعد عن طريقي أحسن لك. وإذا ما بعدت بدك تسمعيني فهماني ولا لا؟ أنت ما بتستحي على حالك ولا؟ أنت أهلك مو مربيينك؟ ومين حضرتك بلا صغرى؟ إن شاء الله نفكر إذا كان أبوك موظف في المخابرات فهذا بيعطيك الحق أنك تتمدمد وتترازل عن الناس على كيفك. طب بلسانك ولي أحسن ما أصل لك ياها؟ ولك أنت اللي لازم تستحي على حالك، هذا اللي عم تعمله اسمه عيب. لك أنت شو اللي حشرك بالنص؟ إن شاء الله بتنحشر بجهنم. هي أختي وأحسن لك تلقى من هون. أيوة أختي، وإذا ما انقلعت؟ ابصر معي على راسك ولا سمعت ولا لا؟ البسيها البسيها، الارض خشنه ورجليكي نواعي. عم اقول لك امشي من هون احسن لك، ليك والله بتتبهدل. والله العلقه مع البنات بهدلي. ماشي الحال. روح روح. تعال شوف. والله ما بعرف قويه لهالدرجه حبيبتي. الناس اللي من هيك نمره ما بيمشوا غير بهالطريقه. نشوف هلا اذا عاد يقدر يتحركش فيك. امشي. يعطيك العافية. ممكن احكي معك بشغلي بس بدون ما تزعل؟ يمكن لأنه حضرتك الشغل أخذ كل وقتك، ما عم تنتبه على أخي مازن. ليش شو مازن؟ يعني عجبتك حالته؟ شرفي ستي، هي أخته كمان مو عجبها حالته. يا بابا اليوم كان معه بسيارته رفقاته موفق ونزار، هدول الاثنين ما في حدا بالحارة كلها بطيقهم. هلا أنتوا متأكدين أنه مازن عم يستعمل السيارة مشان شغله؟ أي طبعا طبعا مشان شغله، وإذا كان على نزار وموفق هدول بيشتغلوا معه بنفس الوكالة. طب شو رأيكم انه كانوا رايحين على المسبح؟ هاي جبنا مكنسة من يلي بيطلعوا دعايتها بالتلفزيون. هاي هدية مني للبيت. نجح حقا بابا بالتقسيط. شوف لي المكنسة مدفوحة نادي ولا بتقسيط؟ هاي نادي. ادخل. دريس سيدي. وبكره تقديم العروض لنشوف عمك ابو جمال شو بكره بده يقدم. بيخربوا بيته ما؟ اقل شيء رح يتهموه بانه مو قد المسؤوليه. اصلا لو في عداله كان لازم انت تكون رئيس اللجنه مو من هلا، من سنتين. شو بدك تعمل اذا المدير العام ثقته بابو جمال ما لها حدود؟ هي الثقه بكره رح تتبخر. على ذكر بكره، بتراهن انه ابو جمال رح يدخل علينا قبل نهايه الدوام فارع دارع ويقول انقذوني؟ حضروا يا شباب. شو خلص الدوام؟ لك والله خلاص.
يا حوينتك يا ابو جمال مسكين خطاي خلص الدوام قبل ما يعرف شو ضاح منه. بكره بيعرف امشوا يلا. وين عمك؟ خير بابا؟ خير؟ شوف يا ابو مازن. مازن مو بالبيت؟ لا خير. خير؟ ابنك يا خالو عم يكذب علينا. لشو بابا؟ إذا ما بربيها وربي أختها بدكم اسمي مازن. بكرك مازن ما منها أمل. هاي البنت إلي وما راح تكون لحدا غيري. إيه بالزور يعني؟ ما بدها إياك عمرينا. أخي أنا راح أخطفها وأنتوا حتكونوا معي. نحن؟ إيه أنتوا. عم تمزح؟ لا ما عم بمزح عم بحكي جد. لا أكيد عم تمزح. نحن مو رفقة؟ شو يعني إذا رفقة بتبلينا وبتبلي حالك؟ لك فكرك أنا رح أخطفها وأذيها؟ لك أنا بخاف عليها من نسمة الطايرة، لك أنا بحبها. يعني أنت بدك تخطفها مشان تتجوزها؟ لا، بس بدي فهمها إنه أنا بحبها، ما بقدر أعيش بلاها. إيه؟ معناتها دور لك على طريق تاني غير الخطف. دورت، ما في غير طريق موفق. معناتها اعتبرني مو موجود. وأنا كمان. هيك؟ هيك تتخلوا عني وأنا محتاجكم؟ لك يا مازن، الخطف والبنت تحت 18 مثل القتل، يعني في 15 سنة على القليلة. ما مشكلة، دور على حدا غيركم. وشغلنا؟ أخي شغلنا بالليل، أنا رح أخطفها الصبح من قدام البيت هي ورايحة على مدرستها، يكون الشارع فاضي. فكروا. وإذا ما كنتوا معي حيكون حدا غيركم، بس هيك حتخسروني. لا والله ناوية. وهي بتكونوا بعتوا صاحبتنا بقشة بصلة. بعدين عدم المؤاخذة يعني انتوا هالمرة حتخاطروا من شاني، بس مو ببلاش. معكم من الألف للمئة ألف. فكروا وردوا لي خبر. سلام. جن العجي. هذا المبلغ خليه معك، بس يصير معك مصاري بترد لي اياه. وان شاء الله اذا انا الله وفقني بدبي ما بدي منك ولا فرنك. اخي ابو جمال، انت افضالك علي كثيره. انا من غيرك ما كان ممكن كمل دراستي بالجامعه ولا صير طبيب جراح. بعدين الاولاد كبروا ولازم تجيب لهم سياره. أنا ما بنسى فضلك علي، الله يخلي لي إياك. أنت على عيني وراسي. بدي أخليك قاعد هون لبقيت ما كنت مشاعري. ماشي جبت لكم قهوة. إيه ضيفي عمك وتعالي، وين وصال؟ يلا نادية، وصال؟ وصال؟ شو بابا انا هون؟ تعالي بابا تعالي. ناديه هلو بابا، انا بدي احكي معكم كلمتين. شوفوا بابا ودي كمان ام جمال، عمكم وائل ما راح يقدر يرجع 150 ألف ليرة قبل سنتين. إيه. لأنه اتصلوا فيه من دبي قالوا له إنه قبل سنتين ما راح يتحسن راتبك، بالسنتين الأولانيات راح يكون راتبه كتير قليل، ما راح يقدر يسدنا يعني. لبعد سنتين لحتى يتحسن راتبه لحتى يقدر بقى يبعث لنا. أنا شو قلت لك يا أبو جمال؟ ما قلت لك تأكد قبل ما تعطيهم؟ لك يا أختي قلتي لي. كلياتكم قلتوا لي. ما صبي حدا منكم ما اعترض وقال وأدلى بدلوة وحكى رأيه. اللي قال إنه بركي ما رجع المصاري، واللي قال بركي عكسوا الحظ، واللي قال حدا بيدين 150 ألف ليرة، واللي قال هذا المبلغ ما حدا بيدينه لحدا هالأيام. ليكك ما شاء الله حافظ كل الكلام اللي قلنا، بس ما سمعت كلام ولا حدا منا. إلا إنه كلام ما بينسمع هاد، ولأنه أنا بصراحة يعني ما تعود فشل أخي. بتقوم بتفشلنا قلنا؟ إيه بابا اسمحوا لي فشلكم لكم، أنتوا ولادي ينبون عليكم.
وامكم مرتي، نحن عائله صغيره على بعضنا البعض، يعني احنا ما راح نموت اذا ما اشترينا سياره. بس اخي اذا ما سافر مستقبله راح ينتهي بصراحه. طيب يا بابا، شو فايده سفرته كلها على بعضها اذا ما راح يقدر يصمد ولا قرش من راتبه؟ بابا هني بس اول سنتين، بعدين راح يتحسن وضعه كثير. ايه وبلكي يتحسن وضعه من هون لسنتين هون ببلده. ايه بابا خليه هون بلا ما يسافر. هلا هيك رايكم؟ هي بدها راينا يا ناصر. ايه بس يكون معلومكم اخي وائل مسافر بعد كم يوم، فلازم نقرر بسرعه شو نعمل. ناخذ منه 150,000 ونخليهم بالبلد ما يطلع يشوف مستقبله، ولا نسامحه ونقول له روح شوف مستقبلك بدبي من هول سنتين نحن بنصبر. شو اللي بيريحك بابا؟ اللي بيريحكم بابا بيريحني انا. خلص بابا خلص، خليه يتسهل ويسافر. من قلب كون خليه يتسهل، بس مو من قلبنا، لانه قلبنا ناطف على السياره، واذا بدك ناصر مو قلبي انا، قلب ولادك ناطف على السياره. ومن هون لهون يا ام جمال خلص والله من جوات قلبي خليه يسافر. لك الله يخلي لي اياكم يا رب. المركب اللي ما في شيء لله بيغرق، واخي وائل ما له حدا غيرنا. خلص بابا، اللي خلانا نستنى كل هالسنين بيخلينا نستنى سنتين وثلاث. شو ام جمال؟ لك حاجة تسألني والله من جوات قلبي خليه يتسهل. طيب شو رأيكم بقى انه ما راح نستنى لا سنتين ولا ثلاثة ولا سنة ولا شهر ولا اسبوع حتى يمكن؟ ايه لا بقى. وصل خانم؟ نعم. اذا كل رزمة 100 قديش بيطلعوا هدول؟ 300,000. برافو عليك. ومعنا 200,000 قديش صاروا؟ 500,000. برافو عليك شاطر بالحساب. منين جبتهم ناصي؟ احذروا بقى منين جبتهم. اخذت قرض. صح اخذت قرض بابا، اخذت قرض بس مو من الوظيفة ولا من الحكومة ابدا. احذروا منين؟ حجزنا. واحد الدايل لي اياهم. احذروا مين هو؟ كمان حجزنا. عمكم وائل. قلتوا اي عمكم وائل اتدينني لحتى ادفع الدفعه الاولى للسياره وعلى مسؤوليته. عمكم وائل اللي بخشتوا له بدنه بقفاه ما حيرجع المصاري، يروح يتدين من حدا غيرنا. ليكو رجع لي 150,000 اللي اخذهم وفوق ال 150,000 ثانيات. يعني حنشتري السياره ظرف اسبوع رح تكونوا راكبين كلياتكم. لا عن جد وكلنا عنده سيارة وجوجو عنده حمار يركبنا خلقه وياخدنا مشوار، والبوليس يصفر له سيارة ويأشر له سيارة تتدمر له. با 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 الله يكرمني بهالسفرة لأكرمك يا أبو جمال يا رب. يا نوال يا نوال يلا يلا جاي. سكي شو هدول؟ 200,000 ليرة بتعطيهم لابن عمي أبو عماد حق العفش اللي تركنا إياه بالبيت. 200,000 ليرة حق العفش الهفتان هاد؟ لك هاد عفش هفتان هاد؟ على كل حال أنا هيك اتفقت معه، تعطيه إياهم من إيدك لإيده، لا تعطيهم لمرته. والله كتير 200,000، حاجته 100. نوال 200,000 ليرة ما بصير ينقصوا ولا ليرة، الزلمة هلأ بحاجتهم. بس أنا ما بعرف بيته الجديد. ماشي هي عنوانه كتبت لك إياه، ما بضيع. دخيلك شو قلبك رقيق، 200,000 ما بينقصوا ليرة. إلا أسيدي رح ينقصوا ونحن محتاجين لهم أكتر منه. أنت بفكرني رح استنى لعيش مثل هالأعلى، بيت وسيارة وخدم وحشم، مو بيت بالإجرة. بس لا، أنا لازم لاقي حل. عم بدي أصلي بسرق سيارات وبفتحها، بحياتي ما حسيت بخوف مثل اليوم. مشان ما زين لا تخاف ما رح نطاوعك. لك يا حبيبي هذا بيخربها وبيقعد على تلتها. يا سيدي الحكي ببلاش، بس هيك شغلة أنا ما بحط إيدي فيها وما رح خليه يحط إيدي فيها هو التاني. نحن شغلتنا نسرق سيارات مو بنات. إيه كي؟ إذا بقول لك بطل بيني وبينك لا بدي أطلع خبرها للعالم. لك شبك مفاك؟ أنا فكري نروح لعند بنت نادية وننبهها
ما تطلع برات البيت لحالها حتى ولو على السمان. شو بدنا نقلها؟ بنقلها انه اذا طلعت لحالها في واحد رح يخطفها. يا الله، هي كذا مره شايفنا انا وياك مع مازن. ايه واذا يعني؟ لك شو اذا؟ يعني هذا اذا عملوا الشغل من ورانا وجابتنا شهود، مروح دبلك بين رجلين. ايه؟ بسيطة. لك شو بسيطة؟ شو هذا تقلي بسيطة بسيطة؟ تعال حل لي اياها. لك يا اخي، نقول لواحد ثالث يروح ينبهها. واحد ثالث؟ لقيتها. في شاب صاحبي ازرق وقلبه قوي. قولي عليه وحدة. بنقول له خليه يخبرها هو. حلو. دق الحديد هو حامي. خلاص احسن شيء. العام بقلبك يا مازن. شو هالجنة تبعه هي؟ لك بحبها. بحبها. وبيني وبينها. لك والله بتنحب. شو غياز مو معي؟ لا والله غرقان بالشغل. اهلين، تفضلي تفضلي. كيفك اخي ابو عماد؟ ان شاء الله مرتاحين بالبيت. ماشي حاله. مبروك البيت الجديد. الله يبارك فيكي. ايها هذا بيت وهذا فرش، مو الفرش اللي تركت لنا اياه كله مهرهر. شو عماد ما له هون؟ بالوظيفه لسه ما اجت. وانت عم تشتغل بالبيت؟ بساعدها. شو بدي اعمل هلا بزمتك؟ معقول الفرش اللي تركت لنا اياه؟ غياس اللي قال لي اتركه، انا كنت بدي بيعه لابرجه بالسمام. تفضل، هدول من ابن عمك غياس. قديش هدول؟ 100,000 ليرة طقه واحده. بس انا وغياس متفقين. يا ابو عماد الفرش مهرهر. ليش ابو رجا كان رح يدفع لك هيك مبلغ؟ ايه كان حيدفع لي. هلا اذا بدك تزعل تاخذ فرشك، اصلا نحن بدنا نشتري غيره. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. يلا بخاطرك، التاكسي عم يستناني تحت. معناته ما في قدامنا غير اخوه الصغير ماجد. هو الوحيد اللي ما انزعج سرقة المصاري وصفت حقه لاخوه. مع انه حالته الماديه بالاراضي. طالما ابو دياب شاكك فيه فاحتمال كبير يكون هو. سيدي ابو دياب قال لي بالحرف واحد، اخي ماجد ازعر مو بعيد انه يعملها. خلص منحرر امر القبض عليه. شرف ارتاح. شكرا سيدي. هو طلب 100,000 ولا انت اعطيتي ال 100؟ قلت له هاي 100,000. قال لي مبروك عليكم العفش. هيك بدون ما يزعل؟ بالعكس ضحك لي. ما بظن. ليش لحتى يزعل اذا عم نعطيه اكثر من حقه؟ هلا بكره وقت اللي بدنا نشتري عفش جديد هذا كله ما رح نكبه؟ غياس شبه ال 100,000 اذا وفرناها على حالنا لحتى تعرف انه مرتك بستين رجال. شو بك ارتعبت؟ خايف يكون مفيد وماجد. لا اطمن، هدول جاراتنا جايين عندي مشان يشربوا فنجان قهوة. نوال نوال الله يخليكي، اسألي مين قبل تفتحي. لك خلص بقى فينا. مين؟ أنا رؤوف صاحب البيت. مرحبا مدام. أهلا وسهلا. بدي أبو عماد اللي مستأجر البيت لو سمحتي. والله أبو عماد انتقل من هون ونحن سكننا محله. ها يعني صحيح الحكي اللي سمعته من الجيران؟ تفضل تفضل نحكي جوا. تفضل ولو أهلا وسهلا. تفضل تفضل. أهلين أهلين سيد رؤوف. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. جوزي غياس. بس كأنه العفش لأبو عماد. أي والله هو أبو عماد ترك لنا البيت مع العفش لأنه استلم بيت الجمعية واشترى عفش جديد. طيب بيصير هيك يسلمك البيت بدون ما يستأذنني؟ ما بيعرف انه عقد الايجار باسمه؟ ولا شغلي شغله بقى؟ طول بالك
طول بالك يا سيد رؤوف. أول شيء كنا مستعجلين كتير نحن وياه، بعدين فهمنا أنه عقده معك لمدة سنة، ولسه السنة باقي لها 5 أشهر لحتى تخلص. بس يا سيد غيار. بعرف بعرف، ونحن كتير كتير آسفين. بتحب تخلينا نكمل هال5 أشهر؟ كتر خيرك. ما بتحب هلأ منضب غراضنا ونطلع من البيت. بس لا، سيد رؤوف ما بيعملها. أنا واثقة أنه رح يخلينا بالبيت ورح يجدد لنا العقد سنة تانية كمان. هلأ أبو عماد شو بيقول لك؟ ابن عمي لزم. وتفضل، هاي هويتي حتى تتأكد بنفسك. تفضل. بس ما بيصير هيك. ولو ما بيصير أبو عماد يتصرف هيك. ولو يا سيد رؤوف، الشغلة عادية. تفضل تفضل، ارتاح لأعمل لك أحلى فنجان لتروي. شكرا شكرا مدام، شكرا. ما بدي هلا شربت قهوة. دخلك دخلك شلون سكان البناية؟ ما في منه، كل واحد بحاله. ونحن كمان بحالنا، ما في غيري أنا وهالرجال، لا ولد ولا تلد. إيه بس أنا ما بوعدكم جدد لكم العقد. سيدي رح تغير رأيك. بكرة بتشوف إنه نحن أحلى سكان ساكنين ببنايتها. طبعا بكرة بتشوف. إن شاء الله خير. لك روح روح، الله يخلي لك مرتك وولادك. عن إذنكم. الله معك، مع ألف ألف سلامة. الله معك. تاني مرة بدك تشرب فنجان قهوة؟ ما في مجال. إن شاء الله. خلينا نشوفك سيد رؤوف. الله معك، مع ألف سلامة. الله يكون معك. شلوني معك؟ لك شو المرة هاي؟ فظيعة. بس الزوجة أبصر شغل. لا خرب بيتها، سنة مثل المرة. لعمة لعمة، لك شو المرة هاي؟ لك يخرب بيتها. أنا مرة بابا؟ لك هاي اللي ساكني فوق بشقة صغيرة. شو بها؟ على قد ما هي قوية، على قد ما جوزها نص نص. شلون يعني نص نص؟ ما بعرف، كأنه مرعوب. مرعوب؟ مرعوب، مهموم زيادة، فايت ببعضه، ما بعرف. بس بديك الحقيقة، أنا ما ارتحت لحالته. المهم طالعتهم من البناية مثل ما بدك؟ طالعته؟ ليش أنا بقدر طالعه؟ هاي مرة بينقدر عليها هاي؟ لك فظيعة فظيعة. أنا وعدتك أحلى شاب بالدنيا. أكد لي من توقيع الوزير والختم عليها. يا سلام. تعرف نظام؟ أنت للمهام الصعبة. تفضل. شو ها؟ هاي ال50 ألف. لا لا لا، خليهم بجيبتك. نحن اتفقنا لما بتاخذ التأشيرة بتعطيها. لا لا خلاص ما في مشكلة، هي ال50 ألف. في شي؟ شو رأيك انت بالموضوع؟ شي؟ ها؟ اجا البابا. ايه طمني يا ابو مازن، شو صار معك؟ دكتور نشع فهمني وقال لي انه ما في شي بيخوف. ايه الحمد لله. الاعصاب عندي منتبه، وانا بعد ساعة رح اخذ صور للدكتور مشان يوصف لي دواء. ممكن تتركوني انا ومازن لحالنا؟ خير شو في؟ لا بشوف. تعال تعال يا بناتي، تعال. أبوك شو بيشتغل يا مازن؟ مدير عام بأكبر مؤسسات البلد. بحياتك حسيت أنه أبوك استغل منصبه لأي غرض أو لأذى الناس؟ أعوذ بالله، طبعا لا. بس أنت عم تستغل اسم أبوك ومركزه الحساس. أنا؟ مو صحيح؟ لا صحيح يا مازن، صحيح. أنت عم تخبره لحتى يخافوا منك ويحسبوا لك حساب، وما بيعمل هيك غير اللي بيرتكب أفعال شائنة. بعدين هي شغلة ملاحقة البنات وتلطيشهم بالسيارة، يا انت لحالك يا انت ورفقاتك كمان عم يصلني. لا تطلع فيي، انا حاطط 2 عم يراقبوك، واثنين قالوا لي نفس الكلام.
وانت بتعرف طبعا السيارة سيارتي، يعني سيارة المؤسسة اللي بيشتغل فيها، لذلك بحياتك مع التركبة، وبكرة رح أبعت سائق يجي ياخدها ويحطها بالمرآب لبين ما تطيب ركبتي. وهلا بقى نجي للشيء الأهم، انت يا مازن منين عم تطالع مصروفك؟ منين يعني؟ طبعا من شغلي. شغلك اللي هو مندوب مبيعات؟ اي نعم. المكانس اللي جبت لنا واحدة منه هدية؟ انت يا مازن ما في شغلة تانية بتشتغلها وتطالع منها مصاري؟ طبعا لا. متأكد؟ شو القصة بابا؟ القصة اني رحت اليوم على الوكالة اللي حضرتك بتشتغل فيها، عنوانها مكتوب على الكفالة اللي عطيتني اياها، بها الزيارة هي اكتشفت شغلتين كتير صراف. الاولى انك مالك موظف لا داخل الوكالة ولا مندوب مبيعاتها برا، والشغلة التانية انك دفعت حق المكنسة نقدي مو تقسيط، وال120 فليرة مبلغ كبير، وابوك مدير عام ما له مليونير. بقى ممكن تحطني بصورة الوضع اللي انت فيه؟ كيف مالك شغلة تانية؟ كيف عم تصرف على حالك بدون ما تحتاجني؟ وال120 الف ليرة منين مصدرهم؟ بس اذا قلت لك حتنقم علي. على هو اللي بدي اسمعه منك. بابا اللي حتسمعه ما رح يسرك. مازن انت عم تشتغل شغلة غير قانونية. اعوذ بالله، انت راح فكرك لبعيد. قرب لي المسافة. بصراحة موفق رفيقي ابن تاجر كبير بالسوق، ابوه عنده محلات جودي الأقمشة والستائر بالحريقة، يعني فيك تقول ابن مليونير. اختصر يا مازن اختصر. حاصله هذا الولد مدلل كتير عند ابوه، وشو ما طلب منه بيعطيه. بصراحة اكتر انا ورفيقي نزار تعودنا انه يصرف علينا. ما قلت لك اللي حتسمعه ما رح يسرك؟ وموفق طبعا مثل حكايتك، قاعد عواطلي لا شغله ولا عمله، ويمكن نزار مثله. نزار ابوه عنده مشغل خياطه واحيانا بيشتغل عنده. قلت لي ابوه لموفق شو اسمه؟ عبدو مارديني، اسم معروف في السوق. بتقدر تعطيني عنوانه؟ ليش بابا؟ شو حتعمل؟ لا تخاف، ما رح اقول له انه ابنه عم يصرخ، بس بدي اتاكد اذا كان ممكن ابوه يعطيه 120 الف ليره بدون ما يساله ليش بدك اياهم. موفق قال لي انه اخذهم منه على اساس انه بده يعطيهم للجمعيه الخيريه. وانت الجمعيه الخيريه صايرين عم يتسدوا عليك يا مازن؟ بابا موفق تصرف لحاله، ولو كنت بعرف ما كنت خليته. ومع ذلك لازم اتاكد من ابوه. من شو بدك تتاكد؟ القصه مثل ما عم اقول لك اياها بابا. بعدين اذا حكيت مع ابوه ممكن تنتزع علاقتي مع موفق. مع موفق يلي عايش انت ونزار من خيره؟ ايه هو ايده مبخوشه، وبصراحة يعني نحن شباب بدنا نصرف. بدك بدكم تصرفوا من عرق جبينكم، مو بتشحدوا مصروفكم. لك انا هيك ربيتك يا مازن؟ انا ربيتك تمد ايدك للناس؟ لك شو ناقصك لتشتغل؟ شو ناقصك لتشتغل وتطلع مصروفك؟ انا اسامة معروف ابني ياكل يشرب يصرف بهالطريقة المذلة هي؟ لك تعرف شو جاي على بالي؟ جاي على بالي اضربك لحتى تقول ان الله حق، بس لانه بحياتي ما مديت ايدي عليك ولا على اخواتك ما رح اعملها باخر حياتي. اعطيني عنوانه. قلت لك محلات جودي للاقمشه بالحريقه. حقيقة طارق انا جاي وما لي عفان شو بدي اقول لك. محرج منك. محرج مني؟ انا لك نزار؟ انت بعد الوقفه اللي وقفتها معي بزماناتك عظام رقبتي تحت امرك ودين علي. لا هي القصة كلها ما بتستاهل، يعني انت غالي على قلبي. هلا كل الشيء اللي عملته معي شايفه انت انه ما بيستاهل؟ ايه، لانه القصة كانت خالصة. بس انت لو ما رفعت السكين بوشها ايه ما كانت انجلطت وطبت ساكتة؟ تذكر والله مش هتضحك امك في نفس اللحظة. بس للأمانة انت المكياج اللي عامل لي اياه عن جد بيرعي. المهم هلا خلينا بموضوعنا، قل لي شو بدك؟ انت بتأمر رفقاتي موفق ومازن؟ حق عليك، انت تركت صحبتي ورحت لفيت عليها. شو اختلفتوا؟ لكن مازن بده يخرب شغلنا كلياته، حابب وحده وبده يخطفها، وبده ايانا انا وموفق نساعده بهالخطف. العمى بقلبه عن جد بده يخطفها؟ ايه. تعرف شو عم فكر لك مفيد؟ ما بدي اعرف. ابن عمه لغياس ابو عماد.
له ابن عم اسمه عماد؟ ايه اكثر مره اساله ليش معك بين؟ يقول لي كنت مع ابن عمي ابو عماد. ايه شو رايك؟ لك هذا ابن عمه بتعرفه؟ اجتمعت فيه مرتين ثلاثه. وليش ما قلت لي؟ هلا وانا صافن بعمله غياس اجى على بالي ابن عمه. اذا في حدا بيعرف وين غياس بيكون ابو عماد. تعرف وين ساكن؟ لا بس مره وصلت غياس نزل بيتم شارع تجاري قال بده يمر على ابو عماد بالمحل بس ما قال انه محل. ايه اكيد راح نلاقي ابو عماد بشي محل من المحلات. قوم خدني على الشارع التجاري هلا اكيد بيكونوا سكروا. اخص اخص الو ايوه اهلين مريم اهلين وسهلين كيفو عبد الهادي سلميلي عليه كتير بدك روعه اي حاضر يا روعه روعه مين بابا تحكي على التليفون مريم من البحرين ان شاء الله ما تكون متخانقه هي وجوزها اهلين سمر كيفك روعه مشتاقت لك انت كيفك ان شاء الله رقتي ماشي الحال صوتك عم بيقول انه مو ماشي الحال بالله شوفي امتى شو امتى كل يوم على هالحال قليلي بصراحه مين اللي عم بيبلش انت ولا هو انا بعرفك عصبيه بصراحه نحن الاثنين ما عم نقصر ببعض عم يركبنا 100 عفريت لتكونوا مو مرتاحين بشغلكم هاي هي عم تيجوا معصبين من الشغل عم تتفششوا ببعضكم يا لطيف كل يوم أنا ماني شكاك بس إنه رفيقك بالوظيفة وصلك كل يوم والتاني بسيارته على البيت هاي ما حبيتها بس منصور جارنا وصاحبك طريقه على طريقي أنا أحسن اركب تاكسي ولا يوصلني معه الأحسن إنك تتركي الوظيفة وتهتمي بالولاد بشو مضايقينك الولاد إذا في خدامة تقعد معاهم ما عاد في خدامة صرفتها اليوم عم تحكي جد؟ ولا دستور أسفة بابا لك شو هدول أم مريم وزوجها بيضلوا بيتخانقوا بدل ما يتفقوا لأنهم بالغربة شايف بابا إذا بدهم يضلوا يتخانقوا ليش سافروا مع بعض بابا عم بتقلي إنه شغلهم صعب مشان هيك كل واحد فيهم روحه برأس مناخيره إيه بس هيك ما بيصير الخناق بيقصر العمر عم بتقلي إنه هلأ الوضع أحسن بكتير من قبل يعني بلشوا يقالشوا معناتها لما كانوا هون كمان كانوا يتخانقوا مع انه عبد الهادي عمره ما لمح لي بشي بالعكس يا بابا هون كانوا مثل السمنه على العسل بس يمكن لانهم قلقانين على ريم لانه مو معهم وهن متعلقين فيها كتير متعلقين فيها ياخدوها معهم بابا المدارس هنيك غاليه وهن رايحين يصمدوا قرشين مو يدفعوا ما بدك تتعشي بلا بس بابا خليني اطلع خمس دقايق اطمن على ريم لاني وعدتها لسمر
بدك تطمني على ريم ولا تشوفي ابتهال؟ الاثنين، بشرب فنجان قهوة وبنزل. فنجان قهوة بس؟ ما ياخذكم الحكي لنص الليل؟ خلص بابا، أنت بتعرف رقمها، إذا تأخرت اتصل فيني. طيب. بهدد قلبي النار، النار حل وحولينا.